خالد اوتشو من اوغندا 65 مباراه دوليه، دي جوي ديارا من مالي 50 مباراه دوليه، ماكويدي من تنزانيا 38 مباراه، بكاري من تنزانيا 32 مباراه، معتز مدثر يحيى من تنزانيا 26 مباراه، ديكسون من تنزانيا 20 مباراه، والباقي يمكن مشاركاتهم مش كبيره قوي لكن عندهم خبرات دوليه. فبتتكلم على 14 لاعب دولي، 14 لاعب دولي في فريق يانج افريكانز. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان ان في لعيبه منهم عندهم اصحاب او يعني اصحاب تجارب احترافيه خارج القاره. عندهم مثلا لوماليسا، ده لاعب من الكونغو الديمقراطيه، ده لاعب في موسكرون البلجيكي وانتر كلاب الانجولي، وده الفريق اللي احترف في تريزيجيه في بدايه مشواره في اوروبا. عندهم نيكسون من تنزانيا لاعب في الدفاع الحسني الجديدي في المغرب تحت 23 سنة. عندهم كواسي اللاعب إيفواري لاعب في مراكش وأولمبيك خريبكا الفرق المغربية. وعندهم خالد أوتشو ده أوغندي لاعب قبل كده عندها في مصر، كان بيلعب في مصر المقصة وبعد كده راح ريد ستار وباروكا وبيرزيرس، ثم آخر اللاعبين اللي ليهم تجارب احترافية هو بيكوم زوزوا لاعب إيفواري لاعب في سبارتا براغ في الفريق بي. فعندهم برضو لعيبة يعني مشوار خبراتهم سواء مع منتخبات بلادهم او تجاربهم الاحترافيه تقول ان هو على الاقل اعلى من ميدياما وتاتا تات زي ما بيقولوا الفرنساويين كده مع شباب بلوزداد. نبدا بالحالات معاك يا مصطفى، يلا بينا. او نبدا بالطريقه اللي لعبوا بيها او اللي لجأ ليها ميجيل جاموندي في مواجهه شباب بلوزداد في المباراه الاخيره، الطريقه والتشكيل. بدا طبعا بطريقه اللعب 4-2-3-1، وهو طبعا اتحولت في المباراه دي وفاجئنا ان هو لعب يعني 4-2-3-1 حولها 4-2-4، فيعني هاجم بطريقه شرسه جدا في بدايه المباراه. نتج عنه طبعا اول 10 دقائق استقبل هدف. انا استغربت من رد فعل ان هو نازل بجرأه كبيره، ودي تبين شخصيه يانج افريكانز على فكره، ان هو نازل يلعب في ملعب شباب بلوزداد بطريقه هجوميه، وده طبعا يبين قوه يانج افريكانز الهجوميه، وده باين جدا في الاحصائيات طبعا اللي احنا عرضناها في قوتهم الهجوميه في الدوري التنزاني. طبعا التشكيل قوي هجوميا ولكن ضعيف دفاعيا، جدا. الطريقه دي بتكشف ثغرات كبيره جدا في دفاعات يانج افريكانز. دي حقيقه، ولما نيجي نعرض الحالات الدفاعيه او نقط ضعف الفريق يانج افريكانز هنشوف كوارث في خط الظهر. فطبعا شباب بلوزداد قدر يستغلها بسهوله جدا. فنتكلم نقول طب التشكيل، يلا. مناتا حارس المرمى، جوب وحماد اثنين مساكين، توهالو باك رايت، موتولمبا باك ليفت، يحيى وخالد اوتشو ديفندرين، عزيز كي ده رقم 10 صانع العاب، وطبعا ميكسي رقم 7 ده بيعمل روتيشن احيانا مع عزيز كي، ده بيعملوا روتيشن في وقت المباراه، ده بيتحول لجناح والتاني بيدخل لقلب الملعب. زوازو رقم 26 جناح يمين لعيب مميز جدا، ومساندا ده المهاجم 25 راس الحرب. الملفت ان كليمنت البديل رقم 24 ده هداف دوري ابطال افريقيا، هو البديل ده ملفت جدا يعني، تخيل هو البديل لموسوندا كليمون ميزيز بالظبط، اللاعب رقم 24 ده هداف دوري ابطال افريقيا بثلاث اهداف بس هو كمان بديل مش لاعب اساسي، فده يبين قيمه اللاعب ده هيبقى طبعا ورقه رابحه مهمه جدا. مين مفاتيح اللعبه او اخطر لاعبين لفت نظرك يا بلال في النسخه الجديده من يانج افريكانز؟ يعني مين اللعيبه اللي لازم تعمل لها حساب في الملعب؟ اللعيبه اللي لازم تعمل لها حساب وهو لاعب ما نجيب الحالات هنتكلم عنه، عزيز كي لاعب رقم 10 ده العقل المدبر، وده يعني اللي بيحرك الفريق كله، لعيب مهارته كويسه قوي، بيعرف يقف على الكوره، بيعرف يطلع بالكوره كويس قوي، بيعمل عمليه الزياده الهجوميه والتحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، بيجيد التصويب، عنده رؤيه مميزه جدا في اخراج او يعني ان هو يطلع الهافين، سواء لما هنيجي نتكلم عن زوزوا وماكسي نيزلجي، الهافين الاثنين مميزين جدا، ويمكن ماكسي الرقم 7 يجي على طول في الخطوره بعد عزيز كي، الاثنين مميزين جدا، الاثنين بيعرفوا يشتغلوا كويس قوي على المرمى، وده احنا هنشوفه. كمان كليمنت ميزيز اللي هو اللي احمد اتكلم عنه رقم 24
عنده 19 سنه، لعيب صغير في السن، احرز كمان امام المريخ السوداني هدفين، احرز هدف في مباراه الذهاب واحرز هدف الفوز في مباراه العوده. الثلاثي دول مميزين جدا في عمليه زي ما اتكلمنا ان هم الثلاثه مميزين على المرمى، بيجيدوا احراز الاهداف. يعني يمكن عزيز كي احرز ثلاث اهداف، عندك ماكسي نيزلنجي احرز هدفين، كل ده احنا لسه في بدايه الموسم. الثلاثه كمان او الرباعي الهجومي بيجيدوا عمليه الربط والتحرك بدون كوره، بتلاقي لا مركزيه سواء ما بين ماكسي نزلجي او ستيفن عزيز كي، الاثنين دول تحديدا هتلاقي ده بيدخل لقلب الملعب، وهنشوف في الحالات دلوقتي ازاي عزيز كي كمان عنده المقدره ان هو يتحول لراس حربه كمان في بعض طب الحالات. يلا نشوف الحالات عشان عايز العب معاكم لعبه لعبه الجهاز الفني بتاع افريكانز دلوقتي، هلعب معاكم لعبه الجلجاموني. دي نقاط القوه بالظبط. احنا بنتكلم عن زوزوا اللاعب رقم افريكانز، هو الاخضر، هو الاخضر ده اللي معاه الكوره، ده زوزوا اللاعب الجناح. بص يا احمد، انا جايب مركز في الحالات كلها على ستيفن كي او عزيز كي رقم 10، هو ده اللي داخل الدايره بيتحول في بعض الحالات زي ما اتكلمنا، هو بص موسوندا اللي هو ناحيتنا احنا نزل لنص الملعب ودخل مكانه عزيز كي واتلعبت له الكوره في العمق الدفاعي. نشوف الحاله اللي بعد كده. بص يا احمد، الحاله دي انا جايبها هي لعبه عاديه خالص، ولكن الحاله دي لما تلعبها فيديو هتشوف ان عزيز كي وقف على الكوره دي مثلا حوالي 10 ثواني، فضل يشاور للباك اللي روح طالع اللي هو فضل، بص هو واقف على الكوره، واقف على الكوره، يمكن حتى المدافع خد فرصه ان هو يشاور لزميله، هو بيقول له في واحد اتحرك، ولكن عزيز كي في الكوره دي فضل واقف على الكوره حوالي 10 ثواني، لحد انتظر لحد ما الباك اللي هو متنبلة اللي مميز ايضا جدا الباك الشمال يطلع وعمل له الباص. شوف الحاله اللي بعد كده، ده نفس الكلام يا احمد، اللي في الدايره دوت هو عزيز كي، واللي منطلق دوت هو زوزوا هو ده اللي في اللي هتروح له الكوره. كل الكرات اللي هتلاقيها او محور هجمات فريق يانج افريكانز هتلاقي البدايه دايما عند عزيز كي اللاعب رقم 10. هو لاعب رقم 10 بمواصفات اللاعب رقم 10 اللي هو ليونيل ميسي، اللاعب اللي بيطلب الكره دايما، اللي بيحب الكره تروح له وبعدين يرفع عينه ويعدي ويمرر، هو عزيز كي نفس الستايل. روح لبعد كده الكره دي، ده هدف يانج افريكانز الاول امام المريخ السوداني في مباراه طبعا الادوار الاقصائيه، قدروا يفوزوا على الدور المريخ التمهيدي. الدور التمهيدي قدر يفوز على المريخ بهدفين. بص احنا الكره اتلعبت من بره منطقه الجزاء، اتعملت عرضيه لموسوندا اللاعب اللي احرز الهدف بضربه راس من وسط الـ يعني شوف الانتشار العددي الكبير للاعيبه المريخ، ومع ذلك والكره من بعيد كمان حطها في الزاويه البعيده لحارس مرمى المريخ. الحاله اللي بعد كده، لا دي اتكررت معانا، دي شفناها قبل كده. دي بص يا احمد، دي كره الهدف الثاني امام المريخ السوداني. احنا استعرضنا الهدف الاول، ده الهدف الثاني اللي في الدايره دوت، انت هتجاوب على طول من غير ما انا اقول عزيز كي بيعمل الباص لمين بقى؟ لكليمنت مزيز اللي هو اللاعب البديل اللي هو عنده 19 سنه، عمل له التمريره السحريه ديت وانطلق وحطها بيمينه. حلوه قوي في الزاويه الضيقه. فهي دي مفاتيح لعب او مفاتيح خطوره. طريقه لعبهم شويه شبه قريبه من سان داونز. مظبوط. يعني هو سيمبا ويانج افريكانز نسخه مصغره من سان داونز. المدرب كمان سبق ليه ان هو تدريب سان داونز، يعني بيحاول يطبق نفس المدرسه. جرأة كبيره جدا. صحيح. نشوف نقاط الضعف معاك يا مصطفى. نشوف حالات الضعف، يلا بينا. ده الهدف الاول لفريق شباب بلوزداد. ده الموقف لفريق يانج افريكانز في بدايه المباراه. دي كاونتر اتاك طبعا، المساحات دي مساحات يانج افريكانز بيلعب خارج ملعبه. المساحات بص قد ايه كبيره جدا. في الطبيعي ان اصلا 2 على 2 ده اي لاعب مهاري، وده اللي هيحصل. اللاعب شباب بلوزداد هيعدي بسهوله جدا وهيعرض كوره كامل، نخش على الحاله بعدها ويبين هنا اللاعب شباب بلوزداد عدى وسبق لاعب يانج افريكانز المساك. حتى الزياده العدديه للاعيبه شباب بلوزداد مفيش ارتداد اساسا. ده بدايه، بقول لك بدايه المباراه فريق يانج افريكانز بيهاجم بشراسه كبيره جدا. الكلام ده لينا واقفه معاه واحنا بنتكلم على تكتيك ماتش يوم طبعا. ولو ربطنا نقط ضعف فريق شباب يانج افريكانز مع قوه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عندها الامكانيات المهاريه في والفنيه بالظبط، والمساحات احنا ما بنعانيش الا في التكتلات بالظبط. يعني احنا في المساحات بنلعب كورتنا، التكتلات زي مثلا سموحه والجونه اخر مواجهتين الاهلي تعثر فيهم، يعني
التكتلات عندنا مشكله وفيها محتاجه شغل كتير من مستر كولر ومن اللعيبه كمان، لكن المساحات بتهيألي لا بننجح فيها جدا وقدرنا نكسب سيمبا التنزاني لان هم لعبهم قريب من بعض بنفس الجرأه وبنفس الهجوم اللي برده بدون يعني توازن. بص اثنين كام زياده على العدد هجيب اللقطه دي في اكتر من 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 حاله هنجيبها دلوقتي. طبعا الكره دي هدف تمام، ندخل على الحاله بعدها نقف هنا. بص ده شباب بلوزداد فريق يانج افريكانز، بص في حاله الهجوم كام لاعب ليانج افريكانز في نص الملعب شباب بلوزداد. شباب بلوزداد هنا بيهاجم على اليمين ويانج افريكانز بيهاجم شمال مظبوط. طبعا هنكمل الحاله. بص هنا نقف لاعب شباب بلوزداد، بص كام لاعب احمر هنا اهوت وكام لاعب ليانج افريكانز. تخيل اللاعب اللي معاه الكوره بقى معاه كام حل. الكوره دي هتحرز الهدف الثالث لشباب بلوزداد. ايوه كام حل، هنكمل الحاله بعدها قدامه كام حل. بصوا قدر باصي هنا وباصي 1 2 3 4 5 جوه البوكس، 5 جوه البوكس طبعا واجهه ثلاثة بس من طبعا جت للاعب شباب بلوزداد هشوط الكرة بسهولة جدا جدا وأريحية كبيرة جدا. بس ممكن تقدر تقول هنا برضو ما كانش في حاجة ميجال جاموندي يبكي عليها، أنت بتتكلم في الدقيقة 93 وهو خسران 2-0 فاتنين زي 3 زي 4 بس هو من بداية المباراة بيلعب بطريقة هجومية. يعني أنت ممكن تعمل كده على ملعبك لكن تعمل كده على ملعب شباب بلوزداد. طيب ده يبين معانا حالات تانية، معانا حالتين تانيين. يلا ده برضو هنا نفس الموقف، بص 2-2 اللاعب شباب بلوزداد معاه الكرة ناحية الشمال. بص الاثنين المهاجمين لفريق شباب بلوزداد واثنين المساكين بتوع يانج افريكانز هنا نقف في حاجة معينة أو مهمة جدا. واضح ان مدرب شباب بلوزداد كان مذاكر فرقه يانج افريكانز جدا لان دايما هنلاقي دايما في كل الحالات في اثنين مهاجمين موجودين داخل الملعب من فريق شباب بلوزداد مع اثنين يانج افريكانز مساكين. لا بس في كمان سذاجه دفاعيه وفي سوء تمركز غير طبيعي. انت بتتكلم في الناحيه الشمال دي في 4 لعيبه، معلش ممكن نرجع للكادر اللي قبل ده على طول، في 4 لعيبه من يانج افريكانز. أيوة هنا 1 2 3 4 على 2 لعيبه وهم اوريدي يعني هم اوريدي مضروبين. الطبيعي هنا انه اللعيب يتحرك على قد ما يقدر يخش جوه الصندوق مظبوط عشان يحاول يغطي. اللقطه دي انت بتتفرج عليها تحس ان تخيلت ان علي معلول هو اللاعب ده. يعني انت تخيلت لو الباص اتضرب من لاعب 8 امام عاشور مثلا او قفشه هيضرب بسهوله جدا في يانج افريكانز. طيب وعلي معلول قرايتي اجمالا للحالات انه الارتداد الدفاعي والادوار الدفاعيه الخط نص فريق يانج افريكانز فيها مشاكل، سوء تمركز كبير جدا من الاثنين مساكين. يعني عندهم مشاكل كبيره جدا في سوء التمركز. لديك اقوال اخرى؟ تعالى بقى نلعب لعبه ميجال جاموندي من النهارده اللي بيذاكر الاهلي وبيكلم مع الجهاز الفني يقول لهم ما عنديش حل غير الثلاثه بونت. اي نتيجه ثانيه مباراه على ارضي وسط جمهوري وانا خسران الاولى 3-0 ورصيدي من نقاط 0 من نقاط تصعب جدا من فرصي ومن احتمالاتي، فانا ما عنديش غير ان انا العب على المكسب على الثلاثه بونت. بس في نفس الوقت انا بقابل الاهلي، بقابل حامل اللقب، بقابل وحش افريقي، حتى لو على ملعبي وسط جمهوري لازم هعمل له 100 حساب. هل المغامره هي الحل الوحيد السيناريو اللي احنا شفناه من شباب بلوزداد، ولا اكيد ميجال جاموندي مش هيفكر في الاهلي او في مواجهه الاهلي حتى على ارضه وسط ملعبه على ملعبه وسط جمهوره بنفس الطريقه اللي لعب بيها مع شباب بلوزداد في الجزائر؟ خلينا نقول ان جاموندي قدامه 3 سيناريوهات، هي الخساره هي اسوأهم. جاموندي لو خرج بتعادل امام النادي الاهلي مش هيكون هو افضل سيناريو ليه هو او هو يعده، ولكن مش السيناريو الاسوأ، لان جاموندي اذا فقد النقطه السادسه ليه وخسر امام النادي الاهلي على ملعبه تراجعت حظوظه في الصعود بنسبه كبيره جدا. ولا معلش ممكن اقول لك التعادل زي الخساره بالنسبه لي. لا يعني النقطه يعني بالنسبه له تبقي على حظوظه لانه هو لسه عنده مباراه امام خلينا زي ما بدانا الحلقه زي او بدانا الفقره هننهيها. في قناعه كبيره جدا عند كلا الفريقين سواء شباب بلوزداد او يانج افريكانز ان هما الاثنين بيتنافسوا على خطف بطاقه الصعود الثانيه مع النادي الاهلي. فانا كميجيل جاموندي انا مش عايز اخسر امام النادي الاهلي، انا لو خسرت هتتراجع فرصي جدا في الصعود. انا خسرت المباراه الاولى خارج ملعبي، خسرت المباراه الثانيه على ملعبي، فاذا انا ما عنديش فرص كبيره لان لسه هخرج للنادي الاهلي، لسه هخرج لمدياما الغاني، فعندي مباريات صعبه. فهو هيعد سيناريو مباراه طبعا يحاول يستغل زي ما اتكلمنا عن نقاط القوه اللي عنده اللي بيمتلكها، يحاول يعني يخلق مشاكل لدفاعات النادي الاهلي، يستفيد من عامل الارض وعامل الجمهور ويحاول يضغط على النادي الاهلي مبكرا.
هيبقى في الحسابات او في الاذهان عنده مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني اللي كانت من شهر تقريبا على نفس الملعب. هيذاكر المباراه دي كويس قوي، هيشوف ازاي النادي الاهلي تعامل مع سيمبا اللي بالمناسبه النادي الاهلي تقدم في المباراه دي على سيمبا مره واثنين كمان وقدر سيمبا يرجع في النتيجه. فانا اعتقد ان يانج افريكانز هجوميا اقوى بكتير من سيمبا، دفاعيا افضل كمان من سيمبا. فالمباراه هو هيفكر فيها زي ما قلت لك، هيعد سيناريو ان هو ما يخسرش في المقام الاول، ولو قدر يحقق فوز بهدف يبقى على النادي الاهلي يبقى عمل السيناريو الافضل. احمد رايك انه هيلجا لطريقه متوازنه ولا هيغامر بالهجوم ولا يدافع ويحاول يلعب على كاونتر اتاك ويمكن يطلع بنقطه، او من حقه طبعا يبقى عنده طموح في انه يخطف الثلاث نقاط من الاهلي؟ لا طبعا هيغامر بالهجوم، لان هو مدرب اصلا مغامر ومتهور. هو مدرب عمل كده خارج ملعبه امام شباب بلوزداد، فعلى ملعبه في مباراه هو امثل حاجه بيها بالثلاث نقط اكيد هيهاجم. ده طريقه لعبه من يعني هو ده طريقه لعب من بدايه جوماندي، هو شايف ان هو ده طريقه لعبه المعتاده، بيهاجم بشراسه ايا كان مين، واحنا نتمنى كده طبعا ان هو يهاجم لان هيبقى في مساحات كبيره جدا اللي احنا عرضناها في الحالات. فبشوف ان يانج افريكانز هينزل ما قدموش غير المكسب، ودي طريقتهم المعتاده، ما اعتقدش انها تتغير تماما في المباراه دي. المكسب يفرق معانا كتير، مش بس في حسبه الثلاثه بونت، لكن كمان يريحنا معنويا ويهدينا كجمهور.